والسبب هو هذا الطريقة التي يدير بها البحسني المشهد، فهو لا مع هذا ولا مع هذا، بل يستخدم هذا ضد هذا، واستمر الحال، وناس ضاق بهم الحال وخرجوا من أجل أن ينتزعوا حقوقهم في كل شيء من المنافذ البرية والجوية والبحرية والخيرات الأرض، يعني من نفط وما شابه. فحدث التقطع على بعض القواطر فيها تجارة التجار، ورفضنا هذا الشيء، قلنا لهم هذا لا يمس الدولة، بل هي ما زالت تأخذ وتأخذ حصتها. دعوا إلى هبة أخرى، وهي الهبة في اللهجة الحضرمية من هبوب الناس تهب، يعني مثل الثورة، يعني كأنه السيل جارف، يعني ينتزع كل شيء لصالح المواطن أو الأهالي. فخرجوا إلى نادوا إلى ضبة، فخاصة لوجود الشيخ عمر بن حبريش ممثلا في جامع حضرموت، وكذلك المرجعية القبلية. فهذا المكونين الأساسيين في حضرموت، مكون قبلي ومكون سياسي، فلم يخضع لتصرفات الانتقالي في حضرموت، وأرادوا إخراج مكون آخر يشبه الحالة الموجودة في عدن، وهو كتلة عيدروس الزبيدي، حتى يصوغوا للناس ويتم اختزال حضرموت في هذا المكون، ليكون تابع لهم، لا يتبع لأهداف حضرموت وحقوق حضرموت، بل يتبع لسياسة عيدروس الزبيدي، ليضغط على الدولة اليمنية ويتفاوض ويأخذ فرصة أكبر ويزيد رصيده في التفاوض مع الدولة اليمنية.